ديال حنايا البطاطا دايره 300 ريال الكيلو، المسكين شنو بقى فين غيعيش؟ اش غياكل؟ اش غيدخل على وليداتو؟ ها مني يولي مسكين يجي بالصندوق ديال البطاطا ب 3000 ريال، هذيك الصندوق ديال البطاطا اش غيخرج لي؟ اش غيدخل لوالديه؟ اش غيدخل لوليداته؟ اش غيدخل لولادو؟ مني ولا بنادم غيولي على خبزه ب 24 ريال 30 ريال الخبزه، اشنو بقى؟ ها يعني صافي راه بنادم يهز الى عباد الله تشال ديورهم. حيت المسؤولين ما بغاوش يديروا حل، حيت ما غايديروش الحل غايو غتبلبل في هاد البلاد هادي. غالي دابا انتما كتحسوا جاتنا. جاتنا البصله غاليه، البطاطا غاليه، المطيشه غاليه، المطيشه خضراء، واش عمركم شو مطيشه خضراء خضراء عباد الله دايره 300 ريال الكيلو. البصله معاها فيها ما يتشاف، كتشوفها هكا زوينه كتحلها كتلقاها خامجه دايره 240 الكيلو، البطاطا تا هي نصها مضروبه ونصها حيه دايره 300 ريال، اشنو بقى؟ الدرويش فين غيعيش؟ وها المسؤولين وها الرجال الكبار وها المسؤولين ديال بصح وديروا لنا شي حل، راه المسكين مابقاش عنده فين يعيش. راه بركه راه فقنا بكم. الله يرحم بها الوالدين خالتي، الله يرحم بها الوالدين، راه صافي مسكين ما بقاش عنده فين يعيش، الدرويش راه صافي تهلك، قهرتو الدرويش، الدرويش قهرتو لا في الشركات لا في الخدمه لا في اي حاجه، قهرتو الدرويش مسكين، راه حنا عينا، راه هذا لا الاجتماعيه ديالك انتيا. انا يا خويا ما نقول لك لا بخير ما بخيرش، انا خويا كنبيع حوايجات قدام كنت رزق فيهم على الله، راه البارح اليوم راه ما مشيناش حنا، راه جراو علينا المخازنيه ملي غيجروا علينا المخازنيه حنايا فين غنمشيو؟ يوميا مجرين علينا المخازنيه، ها السويقه حتى هي ما بقاش كتعمر، يعني هاد الناس ما بقاش كتعمر كما كانت السويقه، يعني بنادم غيجيب الخضره ويجيب هذاك الشيء ولا كيقول هذيك 3000 ريال ولا 4000 ريال اللي غنعمر به، لا ما يبقى في محالي. دابا شحال الفلوس اللي يمكن تعمر لك القفه؟ ما قول على قول على حد 6000 ريال ولا 7000 ريال يا ترى لا جابت لك هذاك الشيء اللي باغي. وقبل شحال كانت؟ كانت 100 درهم 3000 ريال كتعمر لك القفيفه، هنا لا كانت 7000 ريال 8000 ريال والله ما تعمر لك القفه. دوبلا على ثلاثه، لا شريت لك تشري لك نص كيلو نص كيلو نص كيلو من الحاجه، ولا شريت لك نص كيلو نص كيلو من الحاجه ما تقولها لحد اخويا. مع الوليدات. وراه ما شبعانين ما شبعانين ما جيعانين. كل مره كدي بعد خطرات ما يقدروش ما يتغداوش يمشيو للمدرسة بلا غدا، عادي يجيو نديرو ليهم كاسكروت وداك الكاسكروت ما يدارش حتى العشاء، إيوا شناهي هادي عيشة هادي راه معيشة ما والو، هاكي قالت خالتي راه خبز وعتاي باش عايشين الناس، لا تغداو راه ما يتعشاوش ولا تعشاو راه ما يفطروش، راه هادشي اللي كاين، راه بنادم راه ما خدام ما ردام، يعني راه بنادم راه تقهر راه تقهر تقهر تقهر، بنادم ولا كيدير غير بالقرعة غير بفلوس القرعة ولا كيسلك، ها عباد الله غير ها انت قلت يعني وليتي كتخرج كتبيع باش تخلص القرعة وفلوس قرعة كدير بهم حاجة ما بقاو كيديروا والو، ما بقاو كيديروا والو، فلوس قرعة اش غدير بهم؟ عباد الله اش غيديروا؟ عياو عباد الله هذا لا تقهروا، ما حيتهم خدمة ديال بصح ما حيتهم يدير باني وما حيتهم هكايا، راه صافي الناس الله يحفظهم. ارتاحوا شوية. عندك مشكلة، عندك شكاية، أو عندك أي موضوع بغيتي طرحو علينا، أو أي خبر بغيتي تقولو لنا، اتصل بنا على 06-01-42-94-00.